شو هذا اللي عم تسوي ريان؟ انت عم تهربي من البيت وتلتقي بميران بالسر؟ اه؟ شو قصدك من هالألاعيب هاي؟ الكل بيعرفوا انه انت وميران اتطلقتوا، ليش عم تحطي حالك بهالموقف يا روحي؟ شلون بتطلعي بهالوقت؟ ما بتخافي انك توقعي بمصيبة او يصيبك شي يا ريان؟ انت بدك تجننيني؟ لنقول مانك سالة عن حالك، ما عم تفكري باللي ببطنك كمان؟ بابا خبرتي ميران بهالشي؟ لا ما خبرته. ما فيني اسمح لك تحرقي حالك وانا عم اتفرج يا ريان، ما بصير هذا الشيء ابدا. رح ناخد قول ونروح لعند امك باسرع وقت، وما رح تعرضيني بنوب بابا. هذا افضل حل مشانك ومشان يلي ببطنك يا ريان. أنا وريان اتطلقنا. احنا ما اتطلقنا يا ميرا، ورح نضل سوا. أكيد عرفتي، حبيت إنك تسمعي مني. أنا تخليت عن ريان يا ستي أساساً باللحظة اللي وافقت فيها إنك تقوص أزاد. أنت تخليت عن هذا الحب يا ميران. أنا ما تخليت عن حبي لألا، أنا وريان طلقنا وبس، بس حبي إلها موجود بقلبي وما حدا بيقدر إنه يشيله أبدا. طيب ليش وافقت تطلقها؟ مشان ما نفترق مرة تانية. لما تظهر الحقيقة ريان هي اللي رح تختار. لهالسبب رح أحكي معك بوضوح يا ستي، جاوبيني بدون لف ودوره. انتي شو السبب اللي خلاكي توصلي لهي الحالة؟ يعني قصدي شو السبب الحقيقي لرغبتك بالانتقام من عائلة شاد وأوغلو؟ ايه ليش ما قامت القيامة بيناتهم؟ ميران ما قرى الرسالة؟ عأساس أصلاً يعطيها؟ شو صار؟ انت ساويتي امي كنتك بالقوة. ليش؟ ابوك كان يحبها، ابوك كان يحبها لديل شاه مثل ما انت بتحبها لريان. شي طبيعي تتحري عن البنت اللي رح تاخديها لابنك، يعني اكيد. عرفتي انه امي وهزار كانوا يحبوا بعض. بنت ما بتحب ابنك، ليش ساويتيها كنتك؟ أنا لما أزيتها لريان وتركتها بفستان العرس، ليش ما وقفتي؟ الحقيقة ما كانت مثل ما قلتي لي. هلأ قدامك فرصة يا ستي، حكي لي الحقيقة. يعني أنت عم تقول بما أنه أمك ما تعرضت لكل هالأذى ليش طلبت منك أنه تأذي ريان لهالدرجة؟ تعرف أنه أمك حرقت روح أبوك بالخيانة؟ وأنا حرقت روحه لهزار، بدي إياه يدفع تمن خيانته بالأول وبعدين يموت مثل ما مات أبوك. أنا ما بعتقد أنه فهم هالشي بهالصعوبة هي. بس أنت طول السنين الماضية زرعتي براسي هالكذبة بأنه أمي تعرضت للاغتصاب. إذا كذبتي مشان ما أخذ فكرة سيئة عنها،
فهاد ما بيغير الحقيقة. أي حقيقة؟ حقيقة إنك كذبتي عليه. بس ما رح ساوي فيكي نفس الشيء. أنا بس بحاجة لشوية وقت لحتى أعرف الحقيقة. ولوقتها لا تسحبيني جوات لعبة الانتقام، وما بدي منك.